الشيخ وجدي غني والعسكر، برنامج أسبوعي يأتيكم كل جمعة على قناة العالم الأسود للعسكر، فتابعونا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الشيخ وجدي غني والعسكر. في هذه الحلقة نتناول الفتوى الصادرة من علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران المجوسية، وقد أفتى بحق الروافض من الشيعة المجوس بأن يكون لهم حج مخصوص بهم في مدينة كربلاء في العراق، والعراق طبعا هي مستعمرة فارسية مجوسية الآن. حول هذا الأمر معنا فضيلة الشيخ وجدي غنيم. أهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله، يا ألف مرحبا، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ وجدي غنيم، يعني ما حكم الشرع في فتوى علي خامنئي بأن الحج لا يكون في مكة المكرمة بل يكون في كربلاء، وحكم من ذهب من المجوس لحج في كربلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. حياكم الله إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، بارك الله عليكم، كل الشكر لله، ثم لأخي الحبيب الأستاذ صابر. بمنتهى الوضوح، الشيعة ناس يعني متفقين مع أنفسهم ومع عقيدتهم، الشيعة كفار وليسوا مسلمين، فكل اللي بيعملوه بيصب في هذا الأمر في الكفر بتاعهم. الشيعة مش مسلمون، لا دينهم ديننا الإسلام، ولا قرآنهم قرآننا، ولا رسولهم رسولنا، ولا الصحابة بتوعنا بتوعهم. خلينا نتكلم بوضوح، احنا مش عايزين ننافق ونقعد نقول لا أصل الخلاف بيننا وبينهم خلاف فقهي، لا، خلاف عقائدي، خلاف عقائدي. وكل بقول كفلام، كل ما عدا المجرمين زي بعض المشايخ حمام على رمم ورؤوس على تيوس اللي عاملين دلوقتي عاملين مؤتمر عشان يوافقوا بين السنة وبين الشيعة. المهم كل المشايخ اللي دخلوا قبل كده وقالوا ان احنا عايزين نعمل توفيق وان مش عارف ايه ونتفق فيما، كلهم طلعوا قالوا نقول الحقيقة، الشيعة الآن بتوع إيران دول ليسوا مسلمين، وكل ما فيش اتفاق بيننا وبينهم على أي شيء، فهم متفقين يعني متناسقين مع أنفسهم. فضلت الشيخ، كنا خلصنا حلقة سابقة أنه حق وضحت فيها لماذا الشيعة كفار وأنهم يكذبون القرآن الكريم بشأن السنة. طب معلش خلينا نقول تاني عشان ما شافش الحلقة دي، يعني بسرعة جدا باختصار، يعني أنا قلت إن عقيدتهم غير عقيدتنا، غير عقيدة المسلمين. لا 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 لا، لا عقيدتهم هم بيقلهوا المشاكل بتاع بتوعهم والمولات بتوعهم والملات ومش عارف ليه الكلام ده، ويتمسحوا بالقبور بتاعتهم، ده عملوا قبور على عربيات نقل تمشي في وسط. المهم لو تحب تجيبها والناس يتفرجوا عليها، يعني منظر غريب. طيب اتنين، القرآن بيقول لك القرآن بتاعكم ده مش هو، ده القرآن بتاعكم انتوا، كان النبي نايم فوق السرير ودخلت المعزة كلته من تحت السرير. بالله عليك، كان النبي بينام في السرير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينام على السرير ولا كان بينام على الارض؟ طيب الصحابه بتوعكم كلهم بيقولوا الصحابه بتوعكم كلهم كفر ما عدا اربعه. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام بعض الناس منهم بيقولوا ان سيدنا جبريل غلط وبدل ما ينزل على علي نزل على محمد، بقى هم الناس بتقول منهم بعضهم يعني بعض الفرق الشيعي. الكفر بقى في الاتي بقى، ان ستنا عائشه بيعتبروها زانيا. طب الواحد يقول لي طب وده كفر ليه؟ لان ده تكذيب لله. خلي بالك، تكذيب للقرآن. القرآن 10 آيات في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصب إفك 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 يعني كذب، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم، من إلى آخر الآيات 10 آيات. طب لما يجي واحد ويقول لا لا عائشة زانية، يبقى بيكذب ربنا، يبقى كافر. نعم، مش بقى معصية، دي مش معصية ولا اختلاف في الرأي ولا كلام من ده. طيب والصحابة اللي ربنا اختارهم كجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، سورة التوبة عد 7، الله عز وجل في سورة التوبة يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مهاجرين جايين من مكة، الأنصار في المدينة، والذين اتبعوهم بإحسان، يا رب اجعلنا من عد الآية 7 بقى، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دول يتلعنوا، دول يتلعنوا ويتسبهم، يبقى اللي بيلعنهم ده كأنه بيكذب ربنا سبحانه وتعالى في اختياره لهؤلاء وفي الثناء على هؤلاء، فهؤلاء كفرة كفرة. والحمد لله هم كفروا نفسهم وبعدوا عننا، فأدي آخر فتوى اهي
ان الكعبه ما الحجش ليها الفتوى يروح يحجوا فتوى دكتور بقى الحج دي ديت اللي ينفذها يبقى كافر ولا مش كافر؟ هم اصلا حد يسيب بيت الله الحرام يا راجل انت ويروح يحج ده؟ طب واحد ساب جبل عرفات ووقف على جبل نعس ايه بقى حكم الناس؟ ده كلام هو في القران يعني ما يفيد ان يعني لابد يكون الحج في الناس بالحج ياتوك رجالا وليطوفوا بالبيت العتيق واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين في هنودي الايه دي كلها فين؟ دي بتاعت كربلاء ولا بتاعت الكعبه وكلها ان سيدنا ابراهيم اللي بنى الكعبه والكعبه هي موجوده والايات اللي انا قلتها دي كلها ها؟ فطبعا دي يعني الحمد لله انهم بيعملوا كده ليه عشان ينفصلوا عننا تماما يا مولانا عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لك لا اصل دول بص يا اهو لا قرانهم ولا رسولنا ولا رسولهم ولا كعبتهم ولا صحابتهم احنا مالنا مال واللي عايز يعرف بقى كده اكتر من كده يخش على اليوتيوب ويشوف بقى البلاوي اللي بتتقال ان ما حدش هيخش الجنه لما سيدنا علي مش عارف هو اللي يقول له وان سيدنا مش عارف كلام يعني كفر 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 يعني نعم تفضل الشيخ استاذك فقط يعني نعرض مقطع فيديو لعملية الحج أو البدعة التي ابتدعها الشيعة الروافض حول حجهم حول في كربلاء فلنشاهد هذه المقاطع مشاهدة ثم نعود مرة أخرى. المرشد الأعلى علي خامنئي يفتي بجواز الحج هذا العام في مرقد الإمام الحسين بكربلاء، خبر نزل كالصاعقة حتى على الكثير من المؤيدين لإيران. العراق بدوره أكد دخول أكثر من 1,000,000 إيراني إلى أراضيه لأداء ما سمي بزيارة عرفة عند مرقد الإمام الحسين، وسمحت السلطات العراقية بدخول الإيرانيين دون أي وثائق إثبات شخصية. ولطهران مآرب أخرى في حجها المزعوم بجانب شق صف المسلمين في اجتماعهم السنوي. تشير تقارير هنا إلى أن السلطات الإيرانية تسعى إلى السيطرة الاقتصادية على الأماكن الدينية في العراق، حيث تهيمن شركات إيرانية على المرافق السياحية التي تدر أموالاً طائلة تنافس أموال النفط. عدنا مشاهدينا مرة أخرى. يعني فضلت الشيخ وجد غنيم، يعني هم نزل هؤلاء الشيعة المجوس عندما يذهبون إلى كربلاء هيبقى في بقى جبل العرفات وجبل منى والمزدلفة ولا ايه الوضع؟ جبل نعس زي ما قلت لك بقى، يعني هذا انكار من يعني من المعلوم من الدين بالضروره، وده يطلعهم بره الدين على طول يعني. نعم. ويعني لما تشوف كلامهم ايوه انا والله العظيم واحد من الشيعة والموجود عمال يقول ان القران ركيك الالفاظ وربنا يقول له قد احل الله، ايه اللي قد احل الله؟ يعني ايه القران يا مولانا؟ كلام الله عز وجل. فالحمد لله لازم اقول لحضرتك دول يعني بعدوا نفسهم وكفروا نفسهم وما بقوش تبعنا خالص الحمد لله، بدل ما يروحوا يحجوا بقى خلاص ما تحجوش عند الكعبه، روحوا بقى عند كربلاء بتاعتكم اعملوا اللي انتم عايزين، بدل ما بيروحوا عند الكعبه وبيعملوا البوظان ده كله، بدل ما يروحوا عند قبور الصحابه في البقيع ويتفوا على الصحابه يا راجل انت، بدل ما يروحوا يزوروا النبي عليه السلام في المدينه المنوره ويجي عند قبر ابو بكر الصديق ويتف وابو عمر بن الخطاب يتف، ده في اليمن حاطين في الجبلين كده كاتبين ابو بكر وعمر وبالرشاشات تك 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 تك. طيب فضلت الشيخ وجد غنيم، يعني حكم من يلتحق بجيوش الشيعة زيهم ازاي يلتحق بيهم يبقى زيهم؟ يعني انت هتروح لكافر عشان تضرب اخوك المسلم؟ ده في دين مين ده؟ ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، فين الولاء والبراء؟ فين عقيدة الولاء والبراء؟ لابد أن أتبرأ من المشركين وأوالي المسلمين المؤمنين. فاللي يروح يحط إيده في إيده الكفار عشان يضرب المسلم أخو المسلم يبقى كافر مع الكفار، وقلنا الأدلة قبل كده عشان ما نطولش. نعم، يعني احنا طبعا فضلت الشيخ بنحل الحلقة السابقة التي حلقات الحياة قلناها عشان ما نطولش على قناة العالم الأسود العسكر، العالم الأسود العسكر وجنود فرعون فصلت في هذا فضلت الشيخ. يعني نشكرك شكرا جزيلا فضلت الشيخ. شكرا لله فضلت جزاك الله كل خير. وطبعا هو الموضوع واضح ولكن كنا مضطرين نوضح الواضح. اي والله هنعمل بس فضلت الشيخ ربنا يبارك فضلك جزاك الله كل خير. نشكرك يا فندم شكرا جزيلا فضلت الشيخ وجد غنيم، كما نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وانتظرنا في حلقات أخرى وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة.
نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.